على النقيض من كل عام تبدو ملامح البهجة بعيد الأضحى غائبة عن المشهد هذه الأيام في محافظة حضرموت، غياب عززته الأوضاع الاقتصادية وقصر ذات اليد لقطاع واسع من سكان المدينة. فهذا أول عيد يأتي وموظفو الدولة والمتقاعدون في المحافظة دون رواتب. من قوات الأمن في محافظة حضرموت متقاعد، وجات العيد والحمد لله ونحن بدون راتب، وروحنا ودينا ومشينا حالنا اللي ما قدروا. الله ربي إن شاء الله يعينهم، الله يعينهم إن شاء الله، راحوا مشوا أنفسهم. طلب الحكومة أن تسارع في صرف مرتباتنا شهر 7 وشهر 8. وليس هذا وحده ما يحجب فرحة العيد، فاتساع رقعة تدهور الخدمات الأساسية ألقى بظلاله هو الآخر، حيث شهدت المحافظة في الآونة الأخيرة تزايداً لمعدل انقطاعات الكهرباء لتصل إلى 8 ساعات متواصلة في مدينة كسيئون، في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة والرطوبة، ناهيك عن قرار السلطات المحلية برفع أسعار بيع المشتقات النفطية وانعكاسه سلباً على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأجور المواصلات. فرحة العيد مؤسفة هذا العام بين اطفاء الكهرباء طويلة، ساعات طويلة، وتأخير رواتب، عدم توفير المشتقات النفطية، توفر في محطة ومحطتين بطوابير، بتعب ساعات طويلة طوابير. طبعاً إن الأوضاع التي تعكر في المكلة، الأسعار وطفي الكهرباء والمواد هذه المحطات المحروقات. كل هذه المنغصات لم تمنع سكان المدينة من محاولة البحث عن شيء من بهجة العيد عبر التوجه للمتنزهات وسواحل البحر، كما لم تنجح في منع هؤلاء الشباب من إقامة فعالية عيدية سنوية تجمع في فكرتها الاحتفاظ بمظاهر الاحتفاء بالعيد وإيجاد متنفس شبابي يناقش القضايا المجتمعية بالمحافظة. على الرغم من غياب الرواتب وتدهور الخدمات الأساسية وتنامي مظاهر الانفلات الأمني في بعض مناطق المحافظة، إلا أن هذا لم يمنع السكان في محافظة حضرموت من التمسك ولو بالقليل من مظاهر الاحتفاء بالعيد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.